الفل. الو الو، ازاي حضرتك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا. طب بصي يا دكتور، انا فضل. اسمك ايه الاول؟ بس انا مريم. مريم، اهلا بيك يا مريم. اهلا بيك. انا متقلق، انا من بنها. اوكي. وكنت هستاذن حضرتك، انا فرحي شهر 11. اوكي تمام. لسه كنت بتكلم مع ندى مش بقول لك العرايس اللي عايزه تخس بسرعه. قولي لي وزنك قد ايه يا مريم؟ بصي انا وزني 95. ايوه. وطولك؟ وطولي 160. تمام. انت عايزه تخسي 35 كيلو؟ يعني انا مش عندي امل ان انا هخس 35، انا عارفه، بس عايزه يكون ليه يعني ليه حتى... لا سهلين. لا 35 كيلو على فكره مع كورس السوبر بيسيليوم هتخسيهم على طول، هتخسيهم معانا في 3 شهور. بجد يا دكتور؟ والنبي ساعديني في الموضوع. لا ده. ان شاء الله ما تقلقيش. بصي يا مريومه، في مطبخ البلد مش عايزين الياس ده خالص. أيوة. باذن الله. نفسي يا ندى ابقى حلوه زيك كده. ده انت اللي عينيكي قمر. في مطبخ البلد احنا بنجيب دكاتره علشان يدونا الامل ده. انت عارفه انا متابعاكي من كل حاجه، مطبخ ودكاترة، انت ممتازة بجد. وعايزة بس الدكتورة تساعدني في النقطة دي، ممكن؟ حالا دكتور حنان هترد عليكي بالتفصيل في الموضوع ده. ميرسي ليكو، شرفتينا ونورتينا. ايه اللي انت قلتيه؟ قولي. انا عندي فرح كمان. أيوة. شهرين ومحتاجه ابقى نوالي الزغب. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انقذونا. بتعملوا ايه في الحالات اللي هي داخله مصعبين الموضوع على نفسهم وعليكم؟ ايوه صح. وعايزه اقول لك من اكتر الحالات اللي هي يعني الحقيقه ببقى متعاطفه قوي معاها، انه حد عنده مناسبه وعايز يخس بسرعه عشان يبقى وزنه كويس. وفي حالات بقى بنات بتجيلي عندها احباط، اللي هو انا مثلا جوزي بيزعلني، بيقول لي كلام مش حلو، مش عارف انتي اتضايقت ان انا شكلي مش كويس وما بلبسش اللي انا عايزاه، فقالت لي كلام. يعني عارفه الناحيه دايما العاطفيه دي بتاثر فينا كلنا. حقيقي. فانا عشان كده بقول لمريم ما تتضايقيش خالص يا مريم، هتخسي ان شاء الله معانا. الفريق الطبي لكورس سوبر بيسيليوم، الارقام اللي ظاهره قدامك على الشاشه هي دي ارقام المتابعه اللي هيتابعوكي بعد ما تاخدي الكورس مره كل اسبوع. هحولك دلوقتي على الفريق الطبي، هياخدوا البيانات بتاعتك. وطبعا هنرشح لمريم الكورس السريع لانقاص الوزن. الكورس السريع لانقاص الوزن عشان هي عروسه بقى فاضل لها كام شهر ان شاء الله، في شهر 11. الف مبروك مقدمه. انا والنبي يعني عايزه اروسك في ركبتك يا مريومه. اروسك في ركبتك، احصلك في جمعتك على طول. خلينا ننوه لمريومه ولكل الساده المشاهدين ان الكورس ده مصرح من وزاره الصحه. صحيح. وكمان حضراتكم هتقدروا تحصلوا على خصم 50% عند طلب هذا المنتج، وكمان تقدروا تطلبوه مش بس من خلال الارقام الموجوده، كمان من خلال صفحه الفيسبوك المعروضه دلوقتي. سؤالي بقى للدكتوره حنان. أيه. الخصم. الخصم حالا هقول لك على الخصم. قوليني. بس عايزه اقول لك بس عشان مريم اللي اتصلت من شويه، انا عايزه ارشح لها بقى الحاجات اللي هتاخدها في الكورس. هناخد كبسولات السوبر بيسيليوم دي. مهمه جدا جدا يا ندى، هتجيب معاها نتيجه كويسه قوي، لانها بتتكون من قشور السيليوم اللي كنت بكلمك عليها، اللي هي بتملى في المعده، بتنفش في المعده، هتحسسها جدا بالشبع، هتسد الشهيه معاها وتحسسها بالشبع لفتره اطول. فممكن تقعد بعد كبسولات السوبر بيسيليوم 3 4 ساعات من غير اكل، هي مش جعانه. وده اللي بمزاجها يعني. بالظبط، بمزاجها، من غير حرمان في الاكل، من غير ما تبقى جعانه وهي حارمه نفسها عشان تخس. لا احنا مش بنتبع المدرسه دي خالص، دي مدرسه بتزود كمان في الوزن. انا احب ان انا اكون شبعانه وبمزاجي، لو عندي اوبن بوفيه من هنا لحد هناك مش هاكل برضو، لان انا حاسه بالشبع. فعشان كده بنقول انه كبسولات البي سليم من اكتر الحاجات اللي هتنفع جدا مع مريم. كبسولات كمان السوبر بسيليوم من اكتر الحاجات الناجحه جدا ومحققه نجاح مع اي حد استخدمها يا ندى. وطبعا بنصحها بكريم شد الترهل. هي عندها أزيرة كريم شد الترهلات، هي عندها 35 كيلو زيادة. فبنقول في أي منطقة يا مريم عندك فيها السمنة، سواء كان البطن، هو مليون في المية هيبقى في البطن والمنطقة اللي هي الأرداف أو المنطقة السفلية. فبقول لها يا مريم هتاخدي كريم أزيرة مصرح من وزارة الصحة المصرية، هتدهنيه على المناطق اللي فيها عندك سمنة موضعية علشان نقدر نحرق الدهون اللي تحت الجلد مباشرة. تاني حاجة نشد الترهلات، يعني هتخس بالكريم يا ندى وكمان بكبسولات السوبر بيسيليوم وكبسولات البيسليم، ومش هيبقى فيه ترهلات بفضل كمان كريم الازيره، هيشد وهيساعد جدا في شد ترهلات الجسم. عظيم. هل المنتج ده بيساعدني في التثبيت؟ جدا جدا. يعني أنا خلاص انا وصلت للتارجت اللي انا محققه، يعني متارجتاه مع نفسي والدنيا جميله والتزمت بالانستراكشنز بتاعت الدكتورز اللي هم المتخصصين. عايز اثبت بقى. بصي كورس التثبيت بننصح، بس طبعا مش بتاخد الكورس كامل. ليه بقى؟ لان لو خدت الكورس كامل هتفضل تخس، الكورس هيفضل يخسسها زي ما قلنا من 10 15 كيلو في الشهر. فاحنا بنقول في كورس التثبيت بتاخد كبسولات البي سليم بس لوحدها كافيه تماما ان هي تثبت لها الوزن المثالي بتاعها، مش هتزيد في الوزن.